خلينا نستأنف. بدأنا المحاضرة الماضية في الانترميديت ماشين ليرنينج، تمام، وأخذنا مقدمة بشكل عام وشفنا كيف التعامل في مع الميسنج فاليوز، وذكرنا شغلة مهمة إنه الميسنج فاليوز لا محالة، ما فيش مفر إنه البيانات لازم يكون فيها ميسنج. فعشان هيك مهم جدا إنه أنت تتعلم كيف إنه إحنا نتعامل معها. أخذنا ثلاث طرق للتعامل مع الميسنج. تمام؟ بدناش ندخل في تفاصيلهم، ولكن الثلاث طرق هدول احنا اختبرناهم على داتا سيت معينه، انه احنا حسبنا المين ابسوليوت ايرور لكل اسلوب في التعامل مع الميسنج داتا، وقدرنا نعرف مين هو الاسلوب الافضل، بعد هيك بدنا ننتقل ل الكاتيجوريكال فاريبلز، الفاريبلز اللي بتتعامل او النظام تبعها انه مش ارقام، بتكون كاتيجوري. نشوف كيف بدنا نتعامل معها. طبعا الكاتيجوري فاليو عاده انه هي بتاخد عدد محدود من الفاليوز، يعني على سبيل المثال لو كان في عندي سيرفي بسأل المشاركين فيه انه عن وجبة الفطور البريكفاست، هل انت بتتناول الفطور او لا؟ فبالتالي بيكون انا عندي الاوبشنز محدودة. ايش هي؟ بيكون نيفر، على الاطلاق، ريرلي، نادرا، موست دايز، اغلب الايام، افري داي، كل يوم. تمام؟ في هذه الحالة انه البيانات انا عندي بتكون على شكل كاتيجوري. ليش؟ لانه تقع في مجموعة محددة من الفاليوز بهذا الشكل. مثال تاني، لو كان في سيرفي تاني بيسأل عن البراند تبعت السيارة اللي موجودة عند البارتيسيبانت في السيرفي، فممكن يكون في عندي لستة محدودة من الفاليوز زي هوندا، تويوتا، فورد إلى آخره. فبالتالي هذه برضو كاتيجوريكال. نعم. طيب هنا في شغلة مهمة جدا بتكون خلي بالك منها. إذا أنت تعاملت مع الكاتيجوري variables أو attributes زي ما هي، خلي بالك في الموست ماشين ليرنينج مودلز، الموست مش الكل، في الموست ماشين ليرنينج مودلز في البايثون هتلاقي في عندك ايرور إذا أنت ما عملت لهم مش بري بروسيسنج. ليش؟ لانه يفضل انه انت تتعامل في الماشين ليرنينج مع ارقام، بيقدر انه هو يتعلم بشكل افضل ما انه تتعامل مع كاتيجوري. تمام؟ فبالتالي هنا بدنا نشوف كيف بدنا نتعامل مع الكاتيجوري هذه، كيف نعملها بري بروسيسنج. اول اسلوب، في انا عندي ثلاث اساليب. اول اسلوب انه احنا نعمل دروب للكاتيجوريكال فاريبل، يعني بروح بطلع ايش في انا عندي في البيانات، ايش في عندي كاتيجوري، بروح بنعمل له دروب، بتريح راسك. تمام؟ لكن هذا الاسلوب شيء او براكتس مش كويس، لانه انت حتخسر بالضبط اتريبيوت او انفورميشن كثير مهمه. الاسلوب الثاني انه احنا نعمل انكودنج، ليبل انكودنج. على سبيل المثال هنا انه البريكفاست حسب ما شفنا انه انا عندي كان في every day never rarely most days never، فبروح بستبدلها بقيم. تمام؟ فبالتالي never بتاخد 0، تمام، والrarely بتاخد 1، والmost days بتاخد 2، والevery day بتاخد 3 بهذا الشكل. طبعا ليش انا حطيت هذا الترتيب؟ لانه الفاريبل هذا اوردينال، هذه الشغله كثير مهمه انه انت تعرفها. ايش معنات اوردينال؟
Ordinal معنى ذلك إنه البيانات تتعامل بتنسيق معين، بترتيب معين عفوا. يعني تقدر تقول إنه never تيجي قبل ال rarely، والrarely بتيجي قبل ال most days، وبتيجي قبل ال every day. أو بمعنى آخر تقدر تعبر عن القيم هذه اللي إحنا عملنا لها encoding اللي هي zero never، إنه بياخدش breakfast على الإطلاق بزيرو، تمام؟ rarely إنه واحد، most days اثنين، و every day ثلاثة. فبالتالي هذا احفظ هذا المصطلح اللي هو ordinal variables، معنى ذلك إنه الترتيب هنا مهم في القيم. فبالتالي بقدر أحطه 0 1 2 3، وال 0 1 الترتيب هذا إنه بدل فعلا على 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 ال 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 الفاليو تبعت الاتريبيوت. بينما لو اجينا هنا للاتريبيوت او المثال الثاني انه شو نوع السياره، سالنا في السيرفي حكى هوندا تويوتا فورد، لو حطيت 0 1 2 هل هذا شيء له معنى؟ في ترتيب بين الهوندا والتويوتا والفورد والشغلات هذه؟ لا، مش اوردينال، مش اوردينال. فهكذا حنشوف كيف نتعامل مع هذا النوع من الاتريبيوت. يبقى اول طريقه انه احنا نعمل دروب، اوكي حكينا عنها. بالضبط. اللي يبقى الليبل انكودينج هنا مناسب جدا للاوردينال فاريبلز، تمام. اما الطريقه الثالثه اللي هي وان هوت انكودينج، بتكون مناسبه للاتريبيوتس اللي فيش بيناتها او للكاتيجوري اللي فيش بيناتها ترتيب معين. يعني على سبيل المثال لو كان احنا بنسال في السيرفي ايش لونك المفضل، وكان اللون المفضل انا عندي هنا ريد يلو جرين، هل بتقدر ترتب الالوان بطريقه معينه؟ لا، فيش علاقه بيناتها. هل فعلا بتقدر تقول انه الازرق بيجي قبل الاحمر؟ لا، ما فيش ترتيب. فبالتالي هنا الوان هوت انكودينج تقدر انه انت تطبقه على هذا النوع، وهذا كذلك بينطبق على نوع السيارة. المثال اللي شفناه قبل شوية اللي هي الهوندا والتويوتا والفورد، فبالتالي انه انت بتقدر تطبق عليه الوان هوت انكودينج. ايش الاسلوب تبعه؟ لكل كاتيجوري بتروح بتعمل اتريبيوت، تمام، في البيانات انا عندي. فعلى سبيل المثال لو كان السجل هذا انه حط اللون المفضل له ريد، فبالتالي بحط واحد والبقية زيروز. هنا الثاني برضو ريد واحد والبقية زيروز. هذا يلو بحط هنا في الاتريبيوت واحد والبقية زيروز بهذا الشكل. فبالتالي هنا بصير في عندي ريبريزنتيشن نوعا ما. لا، مش ار جي بي، مش ار جي بي على الاطلاق. ار جي بي الفاليو انت عندك من 0 ل 255، وبتكون انت عندك 3 ار جي بي، ريد بلو جرين. بالضبط، هذا بوليان. بالضبط. فبالتالي هنا افترض انه انت في عندك لون رابع هنا، ماشي ماشي. طيب افترض انه انت في عندك لون كمان هنا، تمام. فبالتالي انه المستخدم سألنا ايش لونك المفضل، قال احمر، فبنحط هنا واحد والبقية زيروز، تمام. افترض انه اللون اللي نحط هنا انه مثلا اورانج، تمام، واجا واحد حكى انه اللون المفضل تبعه اورانج، بنحط هنا واحد والبقية زيروز. وان هوت انكودينج، يا اما زيرو او وان، تمام، باينري. ونفس طبعا يكون في الرو بس قيمة واحدة، بس قيمة واحدة، لازم واحدة، لانه انا باجي بسالك ايش لونك المفضل، ما سالتكش ايش الوانك. بس اذا كانت تكون اوردينال ممكن تكون اكثر من قيمه. لا، الاوردينال شيء وانه يكون اكثر من قيمه شيء. لا، انا بحكي انه الاتريبيوت هذا بسالك فيه ايش لونك المفضل، مش ايش الوانك المفضله. فبالتالي لو انا في السيرفي بسالك ايش الوانك المفضله، ممكن انا اخذ الفيرست كلر، الفيرست فيفرت كلر، السكند فيفرت كلر. فبالتالي انه انا بحطه في اتريبيوت ثاني يعني مختلف، تمام. فبالتالي هنا يعني طبيعه الاتريبيوت هنا البيانات اصلا
معبأ فيها حقل واحد بس، زي كأنه أنت بتعبي السيرفي في أنت عندك كومبو بوكس ليست، يعني بتيجي بتفتح الليت زي هيك بتختار لون واحد فقط. فبالتالي هنا أنت عندك لون واحد فقط، فهنا بيكون واحد والبقية زيروز باينري. وتخيل معايا هنا المثال على الهوندا والتويوتا والفورد، ايش البراند تبعت السيارة تبعتك؟ تمام، نفس الاشي. فتبع الهوندا بالضبط، وهنا اللي عنده هوندا بيحط واحد والبقية زيروز، واللي عنده تويوتا بيحط واحد عند التويوتا والبقية زيروز وهكذا. تمام؟ يبقى الطريقة الأولى drop، الطريقة الثانية label encoding للordinal variables، والطريقة الثالثة one hot encoding. في مشكلة صار بالإنترنت. طيب فهذا النوع عرضنا بطبقه على النومينال variable. فبالتالي هنا بنقدر نطلع بخلاصة إنه الأوردينال فاليو إيش بطبق عليه؟ الليبل إنكودينج. نعم. أما النومينال اسمية، انه بيعتمد على اسماء ما لهاش علاقة مع بعض والترتيب بيناتها ملوش معنى. بالضبط، one hot encoding. طيب للدروب هذا اسلوب من الاساليب، اكيد بطبيعة الحال انه مش افضلهم لانه احنا بنفقد معلومات. خلينا نشوف مثال هنا كيف بدنا نعرف البيانات اللي 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 اللي, اللي, اللي على شكل كاتيجوري. خلينا نشوف الكود هنا، هذا السيت اب، هي البيانات احنا قرأناها تمام، وهي الواي هو البرايس، واحنا بنعمل دروب للبرايس للكولوم هذا اكس، الاكسس بيساوي واحد لانه بدناش اياه يكون في التريننج داتا في الاكس، بدنا اياه يكون في التارجت اللي هو الواي تمام. وبعديها هنا بنروح بنعمل سبليت X train full X valid valid full Y train Y valid، وهنا train test split، ونسبة التقسيم أنا عندي هنا حيقسم لي الX والY، ونسبة التقسيم هنا 80% و20% بالضبط. الآن بدنا نيجي نتطلع على الكولوم اللي فيها missing value تمام، وراح اعملها drop. هذا الكلام شفناه المره الماضيه، راح لف على كل الكولوم اللي موجوده في التريننج تمام. وهنا بالاف statement is null بترجع true او false، وهنا any تمام بروح انه هو بحذف any انه على الاقل يكون في عنصر واحد missing، بروح بعمل drop للكولوم هذا تمام. يبقى هنا راح يعمل دروب للميسنج كولوم هنا كاكسس، وهنا للفاليديشن، وهنا بنيجي بنشوف اللي هو لو كارديناليتي كولوم. معنى ذلك انه احنا بدنا نشوف الاتريبيوتس اللي على شكل كاتيجوري. كيف بدنا نشوفها؟ ركز معايا في الستيتمنت هاي. يبقى هنا low cardinality column ايش بتساوي؟ cname column name for cname in x train full dot columns، بترجع لي اسماء الكولومز. f ايش هو الشرط؟ اذا كانت ال x train full cname للعمود هذا non unique
تمام اقل من 10 وكان الدي تايب عباره عن اوبجكت. طيب كيف خليني اشرحها واحده واحده. طيب هجيت عندك هنا في الداتا فريم او في الباندا ممكن نحن نشوف ال ديسكرايب بالضبط دوت هيد عفوا دوت ديسكرايب بدنا نشوف اول عناصر هيد في انت عندك داله ثانيه او اتريبيوت ايش بيرجع لك دي تايب دي تايب بروح بيرجع لك كل التايب تبعت الاتريبيوتس فهجيت الاتريبيوتس اللي بتكون عباره عن فلوت بروح بكتب انه جنبيها التايب فلوت واللي بتكون عبارة عن object بتكون category. فهنا ايش راح يرجع هذا الاتريبيوت انا عندي UH ايش راح يرجع التايب تبعه category object راح يكون معناه object معناه category صحيح بس انه هنا ايش راح يرجع لي لانه احنا هنا بنفحص في الشرط اذا كان الدي تايب الداتا تايب بتساوي object معناها راح يكون كاتيجوري فهذا راح يرجع لي كاتيجوري هذا ايش التايب تبعه اوبجكت هذا اوبجكت هذا انتجر هذا فلوت هذا فلوت هو يفترض انه يكون انتجر يعني بس انه بتعامل مع فلوت بيدروم فلوت فلوت وهنا كله البقيه فلوت فبالتالي انا عندي كم اتريبيوت هذا واحد اثنين ثلاث اتريبيوت هاي الشرط الاول نعم لانه السترينج هنا انت لما تقول انه سياره هوندا او تويوتا هو انت بتكتبها كسترينج فبالتالي التايب تبعه اوبجكت هو بيتعامل معها مش نمبرز هاي الشرط الاول يبقى الشرط الاول انه اند دي تايب بتساوي اوبجكت فهمناها صح واضح الشرط الثاني إذا كانت قيمة اليونيك فاليو أقل من 10 معنى ذلك إنه هذا الأتريبيوت كاتيجوري وبياخذ ليميتد فاليوز. هي قيمة الفاليوز صحيح بالضبط عدد الفاليوز بالضبط هذه بترجع لي عدد اليونيك فاليو عدد النمبر تبع اليونيك فاليو تخيلي معايا إنه أنا عندي في السيرفي في السيرفي انا عندي ايش لونك المفضل في حاطط احمر خمس حاطط احمر ازرق اصفر اورنج كلهم على بعضهم سبع الوان بتروح بتجيبهم بدون تكرار يونيك بتروح بتعدهم لقيتهم سبع الوان ما دام انه هم اقل من 10 معنى ذلك انه ليميتد فبالتالي هذا عباره عن كاتيجوري والفاليو تبعته محدوده كمان مثال اتريبيوت ثاني بديش يعني احط اكثر من 10 يعني صحيح صحيح هو بيشتغل على الداتا سيت هاي مش معناته انه دائما 10 صحيح بالضبط بالضبط هجيت نيجي للاتريبيوت تبع انه عاده انت بتاخذ بريكفاست فبالتالي قديش القيم تبعته كانت 5 نيفر اولموست او افري داي او اولويز انه زي هيك انه دائما ريرلي كمان فبالتالي انه هنا لو انت اخذت اليونيك فاليو وعديتهم بيكون 5 اقل من 10 طبعا 10 هذه زي ما حكت الاستاذه ايمان انه انه احنا بنشتغل على الداتا سيت هذه والداتا سيت هذه ممكن تكون داتا سيت ثانيه فيها الكاتيجوري 20 او 13 فبالتالي انه هذه انه هارد كودد انه كابروكسيميشن انه 10 انه احنا بنشوف انه هل هي اقل من 10 فبالتالي احنا بنروح بنشوف هذه الاتريبيوتس باستخدام هذول الشرطين انه تكون عدد اليونيك فاليو اقل من 10 والتايب تبعها يكون اوبجكت تمام طبعا لو انا حطيت انه اليونيك فاليو فقط لا وكان التايب تبعه عباره عن فلوت ممكن انه اليونيك فاليو تكون اكثر يعني مش ما يتحققش هذا الشرط متخيل معايا يعني على سبيل المثال هنا في البيانات هذه الرومز 3 3 3
قديش انا عندي اليونيك فاليو هنا؟ اكبر بيت قديش ممكن تكون فيه عدد غرف؟ 7 غرف 8 غرف اقل من 10. فعشان هيك الشرط الثاني لازم انه هو يكون موجود، انه الدي تايب هنا هذا الدي تايب تبعه عباره عن انتجر، فبالتالي لازم يكون الدي تايب عباره عن اوبجكت، عشان لازم هدول الشرطين. لانه انت عندك في النيوميريك اتريبيوت احتمال انه يكون في عندك اليونيك فاليو محدوده، وارد برضه حسب المثال هذا. كيف؟ لا احنا بدنا اياهم اعداد في الماشين ليرنين، كل ما كانت الاتريبيوتس نمبرز بيكون افضل. فايش الحل؟ بتحط شرط ثاني. ايش بتقول له هنا؟ انت انه الدي تايب يكون اوبجكت، ساعتها خلاص حلت المشكله. مش تعمل العكس انه انت تحولهم لسترينج، لا انا بدي اياهم يضلوا نيوميريك، بس في نفس الوقت بديش اياهم يكونوا انه اتعامل معهم كاوبجكت. طيب واضح؟ واضح يا جماعة؟ طيب نيجي بنشوف. حيجي حيمر عليك هنا اتريبيوت ممكن تكون انه عبارة عن نومينال اتريبيوت، تمام، او اوردينال، بس مش حيحطهم معاه في الليستة. احنا بس بدنا نحدد مين هم الاتريبيوت النومينال اللي بيحتوي على كاتيجوري، سواء كانت اوردينال او نومينال. كيف بدنا نطبق عليهم؟ وان هوت انكودينج او ليبل انكودينج، هاي الغرض، انه حدد لي مين هم الاتريبيوت عشان نطبق عليهم ال كومبينيشن شرط. الان لازم كل هيك صحيح يجيب كل الاتريبيوتس، انه دي التايب تبعهم اوبجكت بالضبط، يعني مش النيوميريك، وانه عدد اليونيك فاليو اقل من 10. طيب بعد هيك حطينا انه نيوميريكال اتريبيوت هذه عباره عن فلتر، هاي عباره عن فلتر. فايش سوينا؟ انه لفينا على كل الاتريبيوت وحكينا انه الدي تايب انه ان انت 64 وفلوت 64. يبقى في الخطوة الأولى هنا حددنا الكاتيجوري، والخطوة الثانية حددنا النيوميريك. كيف حددنا النيوميريك؟ لفينا على الاتريبيوت وفحصنا الشرط انه الدي تايب تبعها ان انتجر او فلوت بهذا الشكل. طبعا الان هاي زي ما وريتكم المرة الماضية، يعني انت عندك هنا انه بدنا نفحص هل الثلاثة موجودة في هاي الليست اللي هي 3 و5، تمام. فبالتالي هنا انه بفحص انه موجودة في، يعني سواء كانت انتجر او فلوت. صحيح. طيب هنا في الخطوة هذه شو بدنا نسوي؟ بدنا نخلي بس الكولومز اللي انا بدي اياها. يبقى هنا الماي كولومز هي عباره عن اللو كاردناليتي زائد النيوميريك، اي شيء غير هيك انا استثنيته. بعديها بروح باخذ نسخه من البيانات حسب الكولومز هاي. طيب نشوف البيانات اللي احنا حددناها ايش هي. في انا عندي اول حاجه 3 كاتيجوريكال اتريبيوتس والباقي عباره عن انتجر وفلوت، تمام. اول حاجه ايش بدنا نسوي؟ ايش هم الكاتيجوريكال؟ انه هنا طلع لي، احنا شفناهم هنا بالنظر زي هيك، بس انت كيف بدك تطلعهم؟ ممكن تطلعهم بالطريقه هذه، انه اس بتساوي اكس دوت ترين دي تايب بتساوي اوبجكت، معناها اعمل لي فلتره للاتريبيوتس اللي التايب تبعها الداتا تايب تبعها اوبجكت. فلو طبعتهم بيجيب لك 3 اتريبيوتس اللي هو التايب والميثود والريجن نيم. نيجي ل بدي هيلبر فانكشن، عشان هيك انا عندي الدوال كتير مهمه في البايثون، تمام. بتكتب داله تاخذ باراميتر وبترجع قيمه. الداله هذه ايش اسمها؟ سكور داتا سيت. هذا عباره عن
هيلبر فانكشن او يوتيليتي فانكشن احنا بنستخدمها نعمل ميجر للكواليتي او المين ابسوليوت ايرور لكل اسلوب. تمام، شوف الكود تبعها كيف، انه هاي ديف اسم الميثود ايش بتاخد، الاكس ترين والاكس فاليد والواي ترين والواي فاليد، بنعرف موديل راندوم فورست النمبر اوف استيميتور، هذا الاتريبيوت او هذا الباراميتر عفوا ركز لي عليه، لانه انت لما برضه تعمل سبميت هنا في الكومبيتيشنز انه انت تستخدمه. احنا حكينا انه الراندوم فورست هي عباره عن ايش، عباره عن ايش، مجموعه من التريز. تمام، قديش عددها؟ حددنا نمبر اوف استيميتور 100، يبقى هنا في هاي في هذا الباراميتر حددنا انه 100 شجره. هاي الراندوم ستيت هاي، بس في عندك هنا باراميتر ثاني اسمه نمبر اوف استيميتور. نعم، هذا انت شوفه في الدوكيومنتيشن 10 10، بس حكوا انه هم حيتحول في هايو هنا، هاي في الدوكيومنتيشن اول باراميتر نمبر اوف استيميتور، يبقى هذا عباره عن اوبشنال والديفولت 10، وهم حكوا انه حيتغير في الفيرجن 2 حيتغير من 10 ل 100 في الفيرجن 22، الفيرجن الحاليه 21، يبقى الفيرجن الجديده الجايه حتصير انه الديفولت 100 بالضبط، لانه 10 قليله وبتسبب اندر فيتنج، ولو اخترتها كبيره اوفر فيتنج. تمام، يبقى هنا في الراندوم فورست انه انت تحدد عدد الاشجار في الفورست، لو اخترته قليل بصير عندك اندر فيتنج، لو اخترته كتير كبير بيسبب انا عندي اوفر فيتنج. تمام، طيب بعد ما عرفنا الموديل نعمل فيت ترين، بعديها بنعمل بريدكت، بعديها بنحسب المين ابسوليوت ايرور، ايش بنعطي له؟ الفاليديشن والبريدكشن اللي طلعت معايا في الجمله هاي اللي قبليها. جرب الاسلوب الاول، بس هداك لمين؟ للديسيجن تري اللي هو الدبث، الدبث تبع الشجره، او عفوا الماكسيموم النمبر اوف ليف نود، ليف نود بالضبط، تعمل له تونينج بالضبط. فالان الاسلوب الاول نعمل دروب، الاسلوب الاول نعمل له دروب. كيف نعمل دروب؟ يبقى هنا انه دروب اكس ترين ايش بتساوي؟ الترين سيلكت دي تايبس، وهنا بنقول له اكسكلود الاوبجكت، فبالتالي بس بخلي النيوميريك اتريبيوتس، هذا بالنسبة للترين. والفاليديشن كذلك نفس الشيء، هاي واضحة بالنسبة لكم؟ واضحة؟ يبقى هنا مرة ثانية الاكس ترين ايش بتساوي؟ في هنا عندي ميثود فيها اسمها سيلكت دي تايب، سيلكت داتا تايب، وبتعطي له بعطي له هنا يا اما انكلود يا اما اكسكلود، فهنا حكينا له انه اكسكلود بتساوي التايب اوبجكت. نفس الشيء بالنسبة للفاليديشن. ايش اساس؟ بدك تسال؟ تمام، نشوف نحسب المين ابسوليوت للاسلوب الاول قديش طلع معايا؟ 175,000. نشوف الاسلوب الثاني ليبل انكودنج، ايش بنعمل في الليبل انكودنج؟ بنروح نستبدل القيم انا عندي ب 0 1 2 3، حكينا الاوردينال، للاوردينال هذا مناسب بس للنومينال هذا مش مناسب. خلينا نطبق هذا الاشي على الكل ونشوف شو النتيجة. ركز معايا هنا كيف بيصير encoding، label encoding. فهنا بعمل from ASCII layer pre-processing import label encoder، باخد نسخة من البيانات قبل ما اعدل عليها. ايش بروح بسوي؟ هذا الاسلوب انه انت تاخذ نسخه بالبيانات، هذا اسلوب يعني انه ضروري جدا، لانه انت بتجرب اكثر من اسلوب، كل اسلوب بتاخذ نسخه من البيانات، لو انت عدلت على البيانات الاصليه خلاص تقدرش تجرب اسلوب ثاني، فلازم بتخلي البيانات الاوريجينال زي ما هي، كل مره بتعمل بري بروسيس بتاخذ نسخه منها وبتطبق.
تمام. طيب بنروح بنعرف من اللي احنا عملنا له import label encoder، بنعرف منه object اسمه label encoder، بنروح بنلف على ال attribute. طب ايش ال label encoder؟ ليش الها ايش؟ هاي هذا عبارة عن كلاس عملنا له import، وهذا الكونستراكتور، استدعيت الكونستراكتور تبعه، يعني عرفت object من هذا الكلاس. بعدها بنروح بنلف على ال attributes، وايش بنروح بنطبق؟ label encoder dot fit transformation. يبقى هنا بدي اكتب لك ملاحظة هنا انه احنا عندنا في السايكت انه الفيت معناها ترين، والفيت ترانسفورميشن معناها انه اعمل لي ترانسفورم فيتشرز. هذه انت بتعمل ترين للبيانات، وهذه بتعمل ترانسفورم للفيتشرز. ترانسفورم للفيتشرز تعمل عمليات تحويل على الفيتشرز تبعتي. ايش التحويل اللي احنا عملناه؟ ليبل انكودنج. ليبل انكودنج، فعشان هذا الكلام شفناه في الميسنج فاليو برضه نفس الاسلوب. الميسنج فاليو برضه فيت ترانسفورم نفس الاسلوب. يبقى هنا دائما فيت ترانسفورم، وهذا الكلام برضه حيمر علينا في التنسر فلو نفس الاسلوب كلهم. يبقى الفيت انا عندي ترين، فيت ترانسفورميشن هذه عباره عن عمليات تحويل للفيتشرز تبعتها. تمام. يبقى عملنا ترانسفورم للاكس ترين والاكس فاليديت الاكس فاليد. تمام. وحسبنا المين ابسوليوت ايرور، رحنا مررنا له الداتا بعد ما عملنا لها ترانسفورميشن قديش صار؟ 165,000. قديش كان؟ 175. يبقى مين افضل، الدروب ولا الليبل انكودنج؟ الليبل انكودنج. نشوف الاسلوب الثالث. الاسلوب الثالث انه احنا ايش نعمل؟ وان هوت انكودنج. بالضبط. في الوان هيت او هوت انكودنج هاي عشان هذا المصطلح حيرجع يمر علينا تاني، هذه الماتريكس عادة بسميها سبارس ماتريكس. ايش يعني السبارس ماتريكس؟ هي عبارة عن ماتريكس معظمها زيروز، معظمها زيروز، فيها اصفار كتير سبارس. بالضبط. بالضبط. هذا لو كان في عندي ثلاثة كاتيجوري، افترض انه كان في عندي خمسة كاتيجوري، حيكون في عندك في العمود بس عمود واحد فيه فاليو والبقية كله أصفار، فبتكون كتير سبارس. تمام؟ لأنه احنا حنخلي الأوبشن هذا انه سبارس بتساوي ترو. يبقى هنا في عندي تو باراميترز، ايش هما؟ هاندل انون بتساوي اجنور، وسبارس بتساوي فولس. السبارس بتساوي فولس، هنا ايش راح يسوي؟ راح يتم تمثيل الماتريكس هذه على شكل بيسموها عكس السبارس كوندنسد. لا مش وحايد وصفر، بتكون كل اغلبها وحايد يصير صفر وواحد. التمثيل تبعها بيكون زي كيف؟ هذه مثلا على سبيل المثال انه فيها اصفار كتير، هذه سبارس. لو احنا بدنا نمثلها بطريقه ثانيه،
بنمثلها بالطريقة هاي اللي هو بكتب الاندكس والفاليو. خليني اورجيكم شكلها كيف اذا انا كنت sparse matrix format. طيب خليني احاول انه انا اصور لكم كيف بيكون شكلها. هنا هنا كم اتريبيوت انا عندي؟ ثلاثة. بروح بحكي كل اتريبيوت له اندكس 0 1 2. ايش بروح بحط هنا؟ 0 هذا لو كان سبارس، لو كان كوندنس ايش راح يصير؟ 0 1 هاي 0 1 وهنا 0 هذا اندكس خلينا ناخذ سؤال سؤال. تفضلي. فهمت انا انه بيرقم على هذا بروح بحط هنا فبالتالي بدل ما انا احطهم كلهم محايد وهنا تحط لو كان في عندك سبعه اتريبيوت محايد سبعه اصفار لا عملها ريبريزنتيشن كاز طبل. طبل ايش الطبل هذا بيكون؟ كيو فاليو اللي هو عندك اندكس الاندكس والفاليو مش كيو فاليو الاندكس انه هنا الاندكس 0 في عندي فاليو 1 وبفهم انه البقيه اصفار وتحط لاحظ كلهم الفاليو 1 انت بتسال سؤال وبتسرح. بحكي هنا انه انا عندي في السبارس ريبريزنتيشن انه بيكون بهذا الشكل مفهوم بالنسبه لنا تمام؟ في الريبريزنتيشن المضغوط عشان تحفظ السبيس بدل ما انت بتعبي لي الذاكره كلها اصفار خلاص انا عندي فاليو يعني مكان واحد اندكس واحد بس في فاليو والبقيه كله اصفار. ليش تخزن الاصفار هذه كلها؟ فايش بنسوي؟ بنروح نعمل ريبريزنتيشن مضغوط. كيف نعمل ريبريزنتيشن مضغوط؟ بنروح نعطي اندكس لكل اتريبيوت. هاي رح يصير 0 1 2. لو كان في عندك 7 اتريبيوت حيكون 0 1 2 لغايه 6. لغايه 6 تمام؟ فبالتالي هنا كيف نعمل ريبريزنتيشن؟ اندكس كوما فاليو. فانت بتقول لي هنا في الاندكس 0 في عندي الفاليو 1 والبقيه اصفار. وهنا الاندكس نفس الشيء هنا اندكس 0 في عندي فاليو 1 وبقيه اصفار وهنا في الاندكس 1 في عندي فاليو 1 وبقيه اصفار اللي هو الاندكس 0 بعطيك اصفار هيك انا بفهم انه كله اصفار فبالتالي بدل ما انا اخذت فيكتور طوله 7 صار بس 2 وهنا نفس الشيء بالنسبه للبقيه واضح يا احمد؟ ايش سؤالك؟ سؤالي كان ليش ما بدلت ما بين الصفر والواحد؟ يعني قارن إذا أنا ممكن أعمل ليش أعمل التنفيذ هذا ممكن أعمل طريقة أسهل منه؟ إنه إحنا بما إنه الفاليو أنا عندي واحد هنا فبيش نعمل أنت خلاص تحفظ الواحد حط بس الاندكس مثلا هنا الاندكس 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 بس بمشي الحال بس السبارس ماتريكس يعني كجنراليزيشن موجوده في النمبي في هاي الباكج في البايثون انه بتعتبر انه ممكن يكون في عندك انه هنا مش وحايد ممكن يكون في فاليو زي ما شفنا هاي الماتريكس هنا شفنا مثال لماتريكس في الويكي ميديا زي هيك هاي شايف انا عندي هنا 1 11 22 33 باقي اصفار في فاليو هنا
فبالتالي بيلزمني ان احفظ الاندكس والفاليو. فهذا انه هذه جي نرم اكثر بتضبط على اي يكون واحد. مش شرط يكون واحد. نعم تمام واضح. بس يخليني احاول انه اسوي هذا الكلام على النوت عشان يتسجل في الفيديو، انه ارجع هنا ارجع هنا واحاول افتح النوت. بهذا الشكل. طبعا انا عندي هنا زي ما حكينا انه انا في عندي ثلاثة attributes، فبروح بحط انه 0 واحد اثنين، هو الريد بتساوي 0 واليالو بتساوي 1 كاندكس، وهنا الجرين بتساوي 2. تمام. وهنا بيتم تمثيل انه الكوندنسد ماتريكس از انه هنا بفتح تابل اندكس كوما فاليو، فبالتالي هنا بيصير انا عندي انه اول واحدة 0 1 والثانية 0 1 1 2 1 وبعديها 1 1. يبقى هنا انا عندي في الاندكس 0 في عندي الفاليو 1 والبقية انه اصفار، مفيش داعي ان انا احط الاصفار، بدل ما احط فيكتور طويل هنا كله اصفار خلص بكتفي انه انا بحط الاندكس اللي فيه الفاليو، وهي الفاليو 1 والثاني نفس الشيء، الثالث انا عندي في الاندكس 1 هي في فاليو تمام والفاليو قيمتها 1. هنا الاندكس 2 اللي هو الجرين في فاليو والبقية اصفار، والاخير انه في الاندكس 1 في فاليو اللي هي قيمتها 1 والبقية أصفار. فعشان هيك هذا الخيار أنا عندي هنا بيكون فولس. ليش؟ لأنه إحنا بدناش نحجز مكان كتير كبير في الذاكرة، فبالتالي هاي أول أوبشن إنه سبارس بتساوي فولس. وهنا handle unknown ignore. ايش معنات handle unknown؟ خليني ارجع للرسمة. افترض انه انا عندي هنا واحد ما حطش الفيفوريت كلر، هيو عندك سجل هنا في الاخر ما حطش الفيفوريت كلر، ايش احط؟ 000 بالضبط. فبالتالي هنا هاي معنات الاجنور تمام؟ نعم. لا احنا ما عملناش دروب، احنا بنعمل ترانسفورميشن. لو كنا عاملين دروب، لو مش عاملين دروب تمام، وفي انت عندك ميسنج واحد مش حاطط ايش لونه المفضل، حطه كله زيروز. طيب يبقى هنا from ASCII learn pre-processing برضو نفس الفكرة. في الأول هنا ASCII learn pre-processing label encoder، هنا إيش راح يكون؟ one hot encoder. بعرف منه object وحطيت الباراميتر اللي هو ال handle unknown ignore والsparse بتساوي false. نعم كان إنه أخذ كله الديفولت. هنا بعرف الكولومز اللي هي OH one hot encoding بالضبط BD data frame، أعطيته one hot encoder fit transform، فعملت transformation للobject columns. خلي بالك أنا ما عملتش transformation لكل البيانات، عملت transformation فقط
للاتريبيوتس للاوبجكت اتريبيوتس. تمام، وهذا كلام للفاليديشن. هذه العمليه بتشيل الاندكس، برجعه تاني بالخطوه هذه زي هيك. تمام، بروح بعمل بعد ما انا عملت وان هوت انكودنج، بروح بعمل دروب لهدول. هاي الخطوه انت لو رجعت هنا، هذا معناته انه انا عندي هنا اتريبيوت كان الكلر، تم استحداث ثلاثة اتريبيوت، عملنا انكودنج لهم، جبنا الفاليوز تبعتهم، بعدها بعمل دروب للكلر. هاي معنات هذا الكلام. تمام، طيب بعد ما عملنا لهم دروب ايش عملنا؟ كونكات. هذا الكلام برضو حيبين معانا في الباندا، انه انا بقدر اعمل كونكاتينيت. جوين، جوين لايش؟ لنيوميريك اتريبيوت بالاضافه للاتريبيوت اللي انا عملت لهم وان هوت انكودنج. متخيل؟ انا في عندي عمود اي بي سي، هذا عباره عن داتا، انا في عندي داتا، في عندي عمود A B C وداتا ثانية في عندي X Y Z. لما تعملهم كونكات بيصير في عندك A B C X Y Z كداتا واحدة. تمام؟ join. بنشوف المين absolute error قديش كان، 166. اللي قبله كان 165. صحيح، تختلف الداتا سيت، تختلف البري بروسيس. هذاك انت طبقته على اتريبيوتس معينة، هذه اتريبيوتس ثانية. تمام، فهنا الخلاصة انه اسوأ اسلوب اللي هو الاسلوب الاول، انه انت تعمل دروب لانه انت بتفقد معلومات. الاسلوب الثاني والثالث بحكي انه هم كلوز، انه السكور تبعهم قريبين من بعض نوعا ما. تمام، فبالتالي هنا بس بحكي لي انه بشكل عام انه هدول الاسلوبين، الاسلوب الثاني والثالث، انه بيحسنوا النتائج بشكل عام. كيف فيش غير هيك؟ ما انا بحكي هذا الاشي احنا طبقناه، يعني هنا الابروتش الثالث ما طبقناهوش على كل الاتريبيوت، طبقناه. لا بالضبط، مش بس مش هي نفس الداتا سيت، والموديل هذا جاي من الداتا سيت، انه انت عملت بري بروسيس بطريقه وهنا بطريقه ثانيه، هاي الاختلاف. وبالتالي في عندك انت هنا موديل وعندك هنا موديل، فصحيح الداتا سيت بتختلف، وبنفعش انه انت تطبق هذا على اتريبيوت، يعني الوان هوت انكودنج بنفعش انه انت تطبقه، يعني مش منطق انه انت تطبقه على الاوردينال، والاوردينال بنفعش انه انت تطبقه على نومينال اتريبيوتس. فبالتالي انه ممكن تستخدم الاثنين سواء ويطلع لك نتيجه، يعني كل واحد على اتريبيوتس لحاله، وبتعمل كونكاتينيت لثلاثه اتريبيوتس اللي هم النيوميريك وال اتريبيوتس اللي عملت لهم وان هوت انكودنج ترانسفورميشن والليبل انكودنج ماد ترانسفورميشن، بحسب المين ابسوليوت ايرور، بعمل ترين وبحسب مين ابسوليوت ايرور. هنا في الاكسرسايز، خلينا نجربوا الاكسرسايز هذا ونتوقف لغايه هنا.